أنشطة ديال المقاولة، أنشطة ثقافية، أنشطة ترفيهية، أنشطة شباب، أنشطة رياضية، أنشطة اجتماعية. إذن أنتم المحاور محددة، لأن إحنا ورقة مضبوطة محددة ما فيها شيء الكلام الزائد، ولكن فيها كل موقع. كذلك ما يتعلق بالتراب، أنه وزعنا كيف ما شفتوا أنه إحنا نكونوا ننزلوا عند المواطن، ماشي نطلبوا من المواطن أننا نديروا واحد الشيء بعيد عليه، لأنه درنا الأنشطة في 7 ولا 11 المواقع في التراب ديال المقاطعة، اللي أساسا أنها تكون قريبة على 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 المواطنين وعلى الساكنة، وأنها متنوعة، وأن الأنشطة تنتقل من هنا وهنا، وأن الإخوان أعضاء المكتب هما مكلفون أنهم يسهروا ويدبروا هذيك المواقع كلها في التراب. اليوم عندنا مهم جدا هو المهرجان الدولي للأطفال، مهرجان السلام اللي فيه الأطفال ديالنا وفيه كذا، وهو شريك معنا في البرنامج وفي كذا، وهذا الشيء إذا مهم جدا، وفيه 37 دولة. إذا داخل هذا المهرجان ديال أقدار الرياض، إذا مهرجان ديال 37 دولة ديال الأطفال. إذا احنا اللي متبعينه وكذا بتشارك مع كذا. عندنا كذلك ملحمة وطنية مهمة جدا، مشاركة ديال إسبانيا وكذا، إذا مهم. عندنا هذيك الندوات اللي فيها النشاط مع إفريقيا كذلك، وفيها فنون ديال إفريقيا، لأنه ما بغيناش نغلقوا في دولة واحدة، بغينا أننا نكونوا منفتحين على أكثر عدد ديال الدول، وأنه المهرجان أنه يقيس عدد ديال الثقافات، وأنه نلقاو فيه الجميع. هذا هو البعد النظر، باش يكون ما نكونوش منغلقين في دولة واحدة محددين مع سفير واحد، مع نشاط واحد، مع لا. إذا بغينا بعد نظر آخر أكبر وأقوى من ذلك، وتصورات أكبر، وهذا هو اللي مشينا فيه. وهذا الشيء داخل، لأنه حاجة كتكمل حاجة، كاين أطفال السلام، كاين المسيرة، كاين الندوة، كاين النشاط، كاين شيء كيكمل شيء، راه كاين هذا الشيء متسلسل، ما جينا شيء. إذا عندنا فيه تصور متكامل.